أحداث كثيرة شهدها هذا الأسبوع نتناول أبرزها، ونبدأ من التطور الميداني والعسكري البارز الذي تمثل في حسم معركة القصير وريفها واستعادة الجيش السوري لها بالكامل. أهمية هذا التطور أنه بالإضافة إلى كونه مكسبا ميدانيا على الأرض، فقد شكل منعطفا كبيرا في منح الأزمة السورية على الصعيد السياسي حسب ما يرى البعض. ماذا بعد القصير؟ هل معادلة الميدان ستفرض بالضرورة معادلات سياسية وتفاوضية جديدة؟ المحطة الثانية من تركيا التي ما زالت ميادينها وخاصة تقسيم تغلي وتعج بالمتظاهرين والمحتجين على سياسات إردوغان، مطالبين إياه بالرحيل خاصة بعد أن وصفهم بالرعاع واللصوص. إردوغان العائد للتو من جولته في شمال إفريقيا قال إنه ماض في مشروع تطوير الساحة، علما أن رئيس بلدية إسطنبول ألمح إلى إمكانية العدول عن المشروع. هل يستجيب رئيس الوزراء لمطالب شعبه أم أن الاحتجاجات مرشحة للتصاعد؟ وكيف تنظر واشنطن إلى ما يجري في تركيا؟ محطتنا الثالثة من شبكة التجسس التي أعلنت عنها إيران مؤخرا، وقالت إن هدفها زعزعة الاستقرار وإحداث فتنة مذهبية خاصة أثناء الانتخابات. الخطير في الموضوع أن دولا عربية كانت في دائرة الاتهام. وأخيرا، مخاوف من نشوب أزمة بين السعودية ومصر على خلفية تأشيرات العمرة خلال شهر رمضان المبارك. أهلا بكم إلى العد العكسي. العد العكسي لانهيار المعارضة قد بدأ مع القصير، هكذا كتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية. قد لا يختلف اثنان على أن معركة القصير وحسمها لصالح الجيش السوري ربما يكون منعطفا مهما وجذريا في مسار الأزمة السورية، وقد لا يختلف اثنان على أن نتائج هذه المعركة أرخت بظلال واضحة على الحركة الدبلوماسية والاجتماعات الثنائية والثلاثية الدولية وتاليا على اتفاق جنيف 2. لكن الأكيد الذي لا اتفاق عليه حتى الساعة هو تركيبة وفد المعارضة السورية بعد أن حسمت الحكومة تمثيلها بوزير خارجية وليد المعلم إلى المؤتمر، في حين تبقى القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر غير محسومة تماما. في موازاة ذلك، برزت في الساعات الماضية تطورات مهمة طرحت الكثير من الأسئلة. لماذا اشتعلت جبهة الجولان بعد أقل من 24 ساعة على سقوط القصير في يد السلطات السورية؟ ولماذا اشتعلت جبهة بعلبك بإطلاق 18 صاروخا من داخل الأراضي السورية إلى داخل مدينة بعلبك؟ هل هي عمليات انتقامية لتعويض خسارة القصير؟ التقرير التالي يوضح المشهد أكثر. كان من الواضح بحسب الكثير من المحللين والمتابعين أن مقاتلي المعارضة أرادوا تعويض خسارتهم الاستراتيجية المدوية في القصير، فيمموا وجوههم نحو جبهة الجولان، لكنهم سرعان ما خسروا نقطة أخرى في مرمى الأهداف لصالح الجيش السوري. جبهة أخرى كانت على موعد مع الاشتعال، وكان رئيس أركان الجيش الحر قد لوح بورقتها بالقول إننا سنحارب حزب الله داخل لبنان، فكان أن تلقت مدينة بعلبك 18 صاروخا أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية. بكل الأحوال، فإن اشتعال الجبهات ربما كان متوقعا بعدما أكد الائتلاف أن ثورته مستمرة وأن ما جرى في القصير ليس نهاية المعركة. شبح القصير خيم على الاجتماع الروسي الأمريكي الأممي الأخير في جنيف، ما دفع الروس إلى التمسك بكل النقاط التي جاءوا للدفاع عنها من دون أن يقدموا أي تنازلات، كما يقول مصدر دبلوماسي واكب المؤتمر، مضيفا أنهم طالبوا بالمساواة بتمثيل هيئة التنسيق ومعارضة الداخل بمعارضة الخارج والائتلاف، رافضين توزيع الوفود على الإيرادات الإقليمية التي يرون أنها تمثل معارضة مستقلة حقيقية. ويبدو أن العمل سيتم على مبدأ المثالثة كالآتي:
ثلث من الأكراد والمنبر الديمقراطي والمستقلين، الثلث الثاني لهيئة التنسيق في الداخل والخارج، والثلث الأخير لممثلي الائتلاف. بالإضافة إلى عقدة تركيبة الوفود، فإن مسألة المرحلة الانتقالية وتوضيح مهمة الحكومة الانتقالية وصلاحياتها ستكون المادة الأبرز على جدول اللقاءات التحضيرية لجنيف 2، وهذا ما أكد عليه المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. سنعمل بطريقة مكثفة في الأسابيع المقبلة، وسنلتقي مجددا في جنيف في 25 من حزيران الجاري. هذا المؤتمر لن يعقد في حزيران، لكننا نأمل أن يعقد في تموز. فاصل زمني يفترض أن يتيح الفرصة لطرح الملف السوري أمام اجتماع الرئيسين الأمريكي والروسي خلال قمة الثمانية الكبار في إيرلندا في 17 و18 من الجاري، قمة ستطرح فيها قضايا خلافية عديدة حول الطاقة والتجارة العالمية وآسيا والأمن الأوروبي. عندئذ قد يتضح أي مسار سيأخذه اتفاق جنيف الذي يرى البعض أنه سيكون نتيجة للمساومات الأمريكية الروسية في الملفات كافة. لمناقشة هذا الموضوع معي من موسكو فيتشسلاف موتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق، ومن اسطنبول عمر مشوح عضو المجلس الوطني السوري ومسؤول المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بكما. أبدأ معك سيد فيتشسلاف من موسكو، ما الذي مثله سقوط القصير أو استعادة الجيش السوري لمدينة القصير بالكامل بالنسبة للقيادة الروسية حسب المعطيات لديك؟ صورة الحقيقية السياسية والعسكرية حول القصير كما يبدو من موسكو هي أن الجيش السوري وصلت الدور للقصير لإقامة قيام بسيطرة السلطة السورية على مدن السورية، ومدينة قصير كانت مركز المهم على طريقة لطعية لطرطوس من دمشق، ولذلك خطوات التي اتخذت السلطة السورية بالنسبة لكل واضحة تماما لماذا، ومشاركة في هذه المعارك حزب الله. هذا سؤال الذي يثير من وقت إلى الآخر على الصعيد الإقليمي والدولي. برأيي أنا دور الحزب الله ما كان دور حاسما، أما دور لكي يسد الطرق نحو لبنان. نعم. لأن قصير على مساحة على حوالي 10 كيلومترات عن حدود لبنانية، ولذلك دور حزب الله كانت دور يمنع هؤلاء الناس الذين ينتشروا بعد أن الجيش السوري يقوم بعمليات العسكرية. طيب. حزب الله ما كان يحب أن تنتقل هؤلاء الناس. صحيح. حزب الله وضح موقفه تماما من هذه النقطة تحديدا. حسم القصير بهذه الطريقة هل كان متوقعا يعني حسب ما دار بالكواليس الروسية؟ سيد موتوزوف إذا كنت تسمعني، توقعتم يعني كنتم بانتظار بترقب لهذا الحسم بالقصير؟ طبعا مخططات نحن كان في موسكو لا كان ننتظر هذا، هذا نتيجة نحن نشاهد نتائج الهجوم. ولذلك هذا الضربة على الجيش السوري على القصير كانت مخططة لا شك مسبقا، وأنا لا أستثنى أن هذا الخطوات الجيش السوري كانت منسقة مع حزب الله، لأنه إذا كان يحيطون قصير من شمال من الشرق من الغرب، واتجاه الجنوبي كان مفتوح على لبنان. إذا معارك تستمر كل مقاتلين. نعم. من طيب ابقى معنا لو سمحت سيد فيتشسلاف. مجموعة مصالحة كانت ينتقلون إلى لبنان. ولذلك ما كانت متوقع ولكن. نعم. مخطط لا شك أن طيب ابقى معنا لو سمحت، اسمح لي أن أنتقل إلى السيد عمر مشوح من اسطنبول وعضو المجلس الوطني السوري. واقع المعارضة سيد عمر لا تحسد عليه، كل معارضة ائتلاف مجلس وطني للمقاتلين على الأرض، ما المسار الذي ستسلكه الآن بعد القصير برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام.
بداية تحية إكبار وإجلال إلى الشعب السوري البطل وإلى الجيش السوري الحر الذي مرغ ميليشيا النظام بالتراب وسوف يمرغ الميليشيا القادمة من خارج الحدود بالتراب إن شاء الله. معركة القصير تم تهويلها إعلاميا مع أن المدينة أصلا مدمرة قبل أن تكون أو أن تخوض المعركة الأخيرة. وعندما نتحدث عن ميليشيا قادمة عبر الحدود بآلاف الجنود إضافة إلى ميليشيا النظام أيضا بالآلاف والحرس الجمهوري وبتخطيط عسكري إيراني وروسي، فالمعركة محسومة منذ البداية. وعندما نتحدث أيضا في اليومين الأخيرين عن أكثر من 50 قذيفة وصاروخ في الدقيقة ينهمرون على المدنيين والجيش السوري الحر في القصير، فلا أتوقع أن هذه المعركة تحتاج إلى تحليل سياسي أو استنتاجات معينة. القصير هي جولة من الجولات، وعندما يأخذ الميليشيا حزب الله وميليشيا النظام تأخذ الأحجار المهدمة في القصير فلا يعني أن المعركة انتهت. نحن نستعد لمعركة قادمة وطويلة، ونحن نعرف أننا لا نقف فقط في وجه النظام السوري، وإنما نقف في وجه النظام السوري وحزب الله وإيران وروسيا. يعني أنت تتحدث عن كل الميليشيات أيضا الموجودة على الأرض، جيش حر ومقاتلون أجانب، مجلس وطني على المستوى السياسي ائتلاف ومجلس وطني. نحن سمعنا بالائتلاف قالوا أنه سننقل المعركة إلى لبنان، بالفم الملآن قالها جورج صبرا وسليم إدريس. هل هذا ما يعني تنون القيام به؟ نقل المعركة إلى لبنان هذا تهويل إعلامي من بعض الأطراف، المقصود فيه هو ردع الميليشيا القادمة من لبنان. نعم. ردع الميليشيا القادمة من لبنان. أنا لا يمكن أن أسكت عن ميليشيا قادمة من خارج الحدود من لبنان وأدعها تذبح شعبي وتقتل أهلي في القصير وغير القصير، والآن منتشرين في حلب وفي الغوطة الشرقية وفي بانياس، ثم أسكت على هذا التصرف وهذا الإجرام. الردع هو بصد هذه القوات وإعادتها إلى مواقعها الصحيحة خلف الحدود. وهذا لا أما أن أتفرج على ميليشيا حزب الله وبتخطيط روسي وإيراني يذبحون أهلي فهذا من غير الممكن أن السكوت عليه. طيب، هذا المنطق لا ينطبق على الميليشيات الأخرى التي جاءت من أربع رياح الأرض لتقاتل مع المعارضة السورية، هذا ما أفهمه من كلامك. أولا، لا توجد ميليشيا تقاتل مع الجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر يفوق 90 إلى 95% هم الشباب السوري، هم أبناء الوطن وهم الجنود المنشقين عن الجيش السوري، عن جيش النظام. وجود بعض الأشخاص من خارج سوريا من بعض الدول العربية الشقيقة الذين أتوا للمساعدة هذا لا يعني أننا ميليشيا، وإنما نحن أبناء البلد ونحن من سوف يدافع. أما بعد أن ينهار النظام ويستعين بميليشيا حزب الله بكل وضوح وبكل صراحة وبكل وقاحة فهذا هو التدخل، هذا هو الاحتلال الحقيقي، هذا هو الغزو الحقيقي الذي يحدث في سوريا. لن نجادل كثيرا في مسألة المقاتلين لأنه يعني كل الصحافة الأجنبية أمريكية بريطانية فرنسية أوروبية باتت تتحدث بأعداد وحتى في بعض الأحيان بأسماء المقاتلين الأجانب. ليس هذا موضوعنا، نحن يعني نحاول استشراف المرحلة المقبلة سياسيا بشكل خاص. ما المسار الذي يمكن أن تسير عليه المعارضة وهي مفككة بهذا الشكل وهي غير متوافقة حتى على وفد يمثلها بجنيف؟ بالنسبة للمسار السياسي، لا يمكن الحديث عن أي مسار سياسي الآن في ظل الأوضاع على الأرض. ما نعانيه نحن على الأرض هو احتلال، هو تدمير، هو ذبح، هو مجازر تحدث. كيف تريدون منا أن نذهب إلى مسار سياسي وفي نفس اللحظة يتم ذبح أطفالنا ونساؤنا؟ الحديث عن مسار سياسي بهذه الطريقة هو مرفوض تماما. والمؤتمر جنيف وما ينتج عنه من مخرجات نسمعه من هنا ومن هناك والمعطيات التي تدل عليه حتى هذه اللحظة بهذه الصورة، مؤتمر جنيف هو طعن في خاصرة الثورة، ولم ينشأ ولم يذهب إلى مؤتمر جنيف لإسقاط النظام بل لإسقاط الثورة وإنقاذ النظام. طيب، إذن المسار الحديث عن المسار السياسي يتم بعد أن يتراجع الغزاة المحتلون يعودون إلى بلادهم، عند ذلك يمكن الحديث بين أبناء الوطن الواحد في داخل سوريا عن حل سياسي في ظل معارضة موحدة. المعارضة موحدة والرؤية نحو حل سياسي واحدة متفق عليها وعبرت عنها جميع قوى الثورة سواء السياسية أو الثوار على الأرض.
نحن نتحدث عن رحيل النظام وليس رحيل بشار فقط، رحيل النظام بكافة مؤسساته الأمنية وكل من تلطخت أيديه بدماء الشعب السوري، ونتحدث عن حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات من أجل تسليم السلطة إلى الشعب، وهو الذي يختار مستقبله ومستقبل سوريا. وليس هذا ربما ما يتفق عليه الجميع كما تتفضل حضرتك، نسمع لهجات مختلفة بألسنة مختلفة عن الوفد وعن جنيف، وفد المعارضة إلى جنيف. ابقى معي لو سمحت سيد عمر. الكل سيد فيتسلاف يجمع على أن ما حصل بالقصير سيقوي ورقة الحكومة السورية في التفاوض في جنيف. ما الذي تتمسك أو ستتمسك فيه روسيا تحديدا، سوريا ومن وراءها روسيا بجنيف؟ أولا أن الآن تعود ترجع إلى الموضوع المهم، وهو مسؤولية تلك الخراب ودمار وضحايا التي كانت ناتجة من عمليات عسكرية خلال سنتين. وإذا هناك فكرة إرحال السلطة، إرحال الحكومة، إرحال بشار أسد هي تسيطر في ذهن حتى اليوم، هذا دليل واضح أنه لا مجال للمفاوضات السياسية لحوار السياسي الذي منبثق من لقاء أمريكي روسي مثلا مع كيري مع لافروف. ولذلك أي حديث عن استمرار الصراع على في أرض سوريا هي نتيجة وسيكون خراب ودمار. مسؤولية ترجع على تلك القوة التي تتمسك بأساليب العسكرية. من البداية روسيا كانت تقترح على أطراف سوريا المتقاتلة أن يوقف القتال ويحل المشاكل على طرق سياسية. طيب هل أفهم من كلامك أنه جنيف أن يشاركه؟ قد يلغى مثلا؟ المعارضة كانت ترفض لحتى اليوم. هل هذا يعني أنه قد يتأجل أو ربما يلغى مؤتمر جنيف في حال استمرار الوضع عسكريا على ما هو عليه؟ إذا بصراحة أنا لا أصدق لأفق مؤتمر جنيف 2 بسبب واحد، أنا أشاهد موقف المعارضة، معارضة منقسمة ليست قيادة الحقيقية، أصوات متفرقة، وليست هناك حتى الوفد لا يستطيع أن يؤلفه، لا يستطيع أن ينتخب رئيس الائتلاف السوري. لذلك أي نحن كروس مع وحدة صفوف المعارضة، ولكن وين هذا مع من يتكلموا في مؤتمر جنيف؟ مشكلة أمريكية، هذا مشكلة أمريكان، هذا مش مشكلة روسية، لأن أمريكان مسؤولين على دعم المعارضة، تمويل المعارضة، تسليح المعارضة. هذا الدور الأمريكي، ليست قطري حتى، ليس السعودي، وراء السعودية، وراء القطر، الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أمريكا مصممة أن يشجع هؤلاء الناس، هؤلاء المقتلين إلى استمرار القتال، قتال تستمر. إذا أمريكا تقرر أو وقف القتال والتحويل كما اتفقوا في موسكو كيري ولافروف على مجرى السياسي، سوف يوقف تمويل تسليح وسيطرة السلطة السورية في أراضي سوريا، هي الحالة الطبيعية. وأي واحد الذي يضع أمامه الفكرة إرحال إسقاط بقوة سياسية بقوة العسكرية، هذا مكرس للفشل. أكد سنتين أن الجيش السوري مستعد أن يضرب كل محاولات إسقاط إرحال وغيرها. ومسألة التسليح في الواقع أخذت الكثير من النقاشات. صحيح. اسمح لي أن أنتقل إلى السيد عمر. هل خذلكم، هل تشعرون أن الغرب خذلكم، الولايات المتحدة وأوروبا، بما يتعلق بمسألة التسليح، ولو أراد أن تنتصر بين مزدوجين المعارضة على الأرض لكان سلحها منذ البداية؟ يعني قضية الغرب والدعم الغربي، نحن لم يخذلنا الغرب، نحن نشعر كشعب أن الغرب متآمر مع النظام في من أجل إسكات صوت هذه الثورة. قضية التسليح، لو رأيت إلى الخط البياني إلى التصريحات الغربية في قضية الثورة وإسقاط النظام والسلاح الكيماوي واكتشاف الأسلحة والتحقيقات إلى آخره، والفرص التي تعطى للنظام فرصة تلو أخرى، هذا ليس خذلان، هذا تآمر دولي غربي من أجل دعم هذا النظام. القضية الآن ليست عند الغرب في وجه بشار، وإنما في تركيبة النظام. هم لا يهمهم بشار أو غير بشار، هم يهمهم بقاء
الكينونة أو الكيان الأمني والعسكري للنظام من أجل حفظ مصالحهم. هم مستعدين أن يضحوا ببشار، والروس أيضا مستعدين أن يضحوا ببشار من أجل، لكن من أجل بقاء مصالحهم. ولذلك تصريحات الأمريكان والروس قبل فترة أن مؤتمر جنيف لا يتم نقاش الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والجيش والبنك المركزي ضمن حوارات مؤتمر جنيف. إذن على ماذا تتحاور؟ من أجل بناء عمائر مهدمة أو بيوت مهدمة أو جرحى أو معتقلين؟ هذا الكلام غير منطقي أبدا وغير مقبول لدى الشعب السوري. نحن لدينا أهداف واضحة، وإسطوانة أن المعارضة غير موحدة إسطوانة أصبحت سخيفة جدا. هي ليست إسطوانة لها. المعارضة لها صوت واحد وهو صوت الائتلاف، يعني هي وعبر عنه التنسيق وعبر عنه فقط الائتلاف بصوت واحد. طيب، مطروح اليوم مبدأ مثالثة، دليل واضح على أن المعارضة كم هي مفككة اليوم. مثالثة بمعنى أن ثلث يمثله هيئات التنسيق في الخارج والداخل، ثلث يمثله الكرد وربما المستقلون، والثلث الآخر يمثله الائتلاف. هذا هو المنحى الدولي أمريكيا أوروبيا وحتى روسيا، يعني هذا واقع. هذا التثليث أو التفكيك لوفد المعارضة الذي سوف يذهب إلى مؤتمر جنيف إذا قرر الذهاب، الهدف منه هو الذهاب نحو حل مقنع لدى الغرب ولدى النظام. الأطراف التي تتحدثين عنها أن ثلث لهيئة التنسيق وثلث للأكراد وثلث للائتلاف، هذا الهدف منه تفكيك صوت المعارضة من أجل الموافقة على حل يرضي الأطراف الغربية ويرضي النظام. وإلا فما معنى أن يكون ثلث كامل لهيئة التنسيق التي لا يوجد لها أي تمثيل حقيقي على الأرض ولا تمثل صوت المعارضة الحقيقي؟ وهم يقولون في مؤتمر نفس الشيء بالنسبة سوريا الأخير وما قبل الأخير الوطني، تم الاعتراف بالائتلاف الوطني المعارض. نعم. أنه هو الائتلاف الصوت المعارض وليس صوت من الثورة. قبل الشعب. هم يقولون نفس، يعني إذا كنت تعتبر أن هذه أسطوانة مشروخة، أيضا الأسطوانة التي تتحدث بها هم يعني ينفونها ويدحضونها، أنه أنتم من تمثلون في النهاية كمجلس وطني كائتلاف على الأرض، والجميع يعني في الأوتيلات وفي الفنادق وفي المنفى. بكل الأحوال يعني نحن مقبلون على مرحلة جديدة ربما. هل نتوقع أن تكون حلب أم المعارك كما يرى البعض؟ سيد فيتشسلاف، متوقع بالذات في ظل وجود ميليشيا حزب الله في شمال حلب؟ نعم. وأيضا ظل وجود ميليشيا حزب الله في الغوطة الشرقية، سوف نسمع عن أم المعارك وسوف نتوقع معارك كثيرة قادمة. طيب. اسمح لي السؤال نفسه لسيد فيتشسلاف، تفضل. أنا أستغرب أنه هذا الآن كل العالم يتحدث اليوم عن مرتزقة الموجودة في صفوف المعارضة السورية من عبر لبنان عبر تركيا، هذا معروف. الآن عدد من تونسيا، وزير خارجية تونسي يعترف آلاف، وحكومة بروكسل يتحدثون بمئات 800 من روسيا معروفة 200 مقاتل، يعني من كل أنحاء العالم، أعطوا من ليبيا من أفغانستان من كل أنحاء العالم أي صور أي معارضة. هذا ليست معارضة، ليست صور، هناك قسم معين موجود من صوار من معارضة، ولكن اليوم ونحن عالم الخارجي نشاهد ما يجري على الأرض السورية. هذا كل مختلطة مع العناصر غير شرعية خارج القانون، مثلا جبهة النصرة سجلتها أم المتحدة، مجلس الأمن سجلتها كمؤسسة إرهابية، واتهامات كلها على طرف واحد على الحكومة. هذا غريب بالنسبة للأجانب، كيف ممكن أن ننسى أن هناك زرين هذا الغاز استولت حكومة تركية، مش حكومة سورية، مش حكومة لبنانية، حكومة تركية استولت على عناصر بالون 2 كيلوغرام من زرين. هذا وين هذا من وين كان مختبر في واضح في ان السيد عمر غير مقتنع بهذا الكلام. انا اسالك سؤال اخير لو سمحت سيد عمر، كيف تتعاطون او ستتعاطون مع المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي في هذه المرحله؟ بداية المرتزقة التي يتحدث عنها ضيفك في موسكو المفروض أن توصف فقط بها ميليشيا حزب الله. نعم. وميليشيا يعني إيرانية وميليشيا الكلام أيضا روسية تشارك في القتال إلى جانب النظام، هذه هي الميليشيا المرتزقة.
أما عن قضية المبعوث الأممي فنحن سواء المبعوث الأممي أو غيره شروط المعارضة واضحة للذهاب إلى أي حل سياسي. نحن لسنا ضد أي حل سياسي من أجل أن يوقف هذه الدماء، لكننا ضد الحل السياسي الذي سوف يفرط في هذه الدماء في هذه الثورة. ولذلك نحن وضع الائتلاف شروط واضحة جدا، قضية الذهاب إلى مؤتمر جنيف بضمانة دولية لسقوط الأسد والقيادات الأمنية والعسكرية وابتعاده ورحيله. الضمانة الثانية أن حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة من ضمنها الجيش والأمن من أجل الانتقال إلى البلاد بالبلاد إلى المرحلة الديمقراطية المقبلة. أشكرك جزيلا سيد عمر مشوح، حدثنا من اسطنبول، وأنت عضو المجلس الوطني السوري ومسؤول المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين. أيضا نشكرك الدبلوماسي الروسي السابق فيتشيسلاف موتوزوف، حدثنا من موسكو. قبل الذهاب إلى فاصل نعرض عليكم سؤال الاستفتاء لهذا الأسبوع، وهو هل تنجح الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رامي الحمد الله في إحداث تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية للفلسطينيين؟ نذكر بأن هذا السؤال يعني يوضع عادة على صفحة الميادين الرئيسية وعلى صفحتي عبر الفيسبوك بالإضافة إلى صفحة العد العكسي. سؤال الأسبوع الماضي، هل تعتقد أن ما يحصل في العراق من تفجيرات مرتبط مباشرة بالوضع في سوريا؟ أغلبية ساحقة أجابت بنعم، 96% قالوا نعم، ومن أجابوا بكلا كانوا فقط 4%. أردوغان للمتظاهرين، أنتم رعاع ولا آخذ الإذن منكم. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. دخلت الاحتجاجات في تركيا أسبوعها الثاني بعد اتساع رقعتها لتشمل أكثر من 60 مدينة تركية. التظاهرات اندلعت شرارتها من مدينة اسطنبول اعتراضا على مشروع حكومي لتغيير معالم ساحة تقسيم وإقامة مركز تجاري ومسجد. غير أن التطورات سرعان ما تحولت مطالب باحترام حقوق الأقليات وإنهاء التدخل في نمط حياة الناس ومعتقداتهم وصولا إلى المنادات برحيل رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. ومن بين الأسئلة التي تطرح في ظل الحراك التركي، دور المؤسسة العسكرية بعد محاكمات سابقة لعدد كبير من جنرالات الجيش بتهمة التخطيط للانقلاب على حكومة التنمية والعدالة واستعادة أمجاد حكم العسكر. أمام هذا الواقع رفض أردوغان طغيان رأي الأقلية كما قال، وتمسك المتظاهرون بمطالبهم ليصبح المشهد مقدمة لأزمة مفتوحة. قبل إذا نذهب إلى هذا التقرير لحسن حجازي لنوضح المشهد أكثر. قدر لساحة تقسيم أن تتحول حلبة صراع للأتراك حول هوية بلدهم ومستقبله السياسي. غص الميدان بالمتظاهرين اعتراضا على مشروع يغير طابعه العلماني إلى عثماني إسلامي. نزل هؤلاء ليقولوا إن بلادهم يجب أن تعرف تغييرا ما في قيادتها. يجب أن تتغير الأمور، أعني أن الرسالة من كل هؤلاء الناس واضحة، وهي بأن أردوغان لا مكان له بعد اليوم في هذا البلد. مشروع نزع الشجرات 600 من ساحة تقسيم حرك تراكمات غرستها سياسة حكومة العدالة والتنمية كما يردد أهل الاعتصام. المعارضة التي دخلت على خط الاحتجاجات تشتكي دوما من طغيان نزعة الحزب الحاكم لأسلمة الدولة، يضاف ذلك إلى تراجع البلاد على مستوى الحريات. تركيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في سجن الصحفيين وفق تقرير لجنة حماية الصحافة. من جانب آخر تحط نسبة البطالة المرتفعة عند 18% وفق تقرير الغرفة التجارية في أنقرة. هذه الأسباب دفعت المعتصمين لوضعها شروطا لإنهاء تحركهم، وبرز إلى جانبها مطلب ذو دلالة لافتة يتمحور حول انسحاب تركيا من مشاريع الحروب الإقليمية. بذلك تشكل الحرب السورية ضلعا في مجسم الأزمة التركية. لكن في المقابل لا يزال رجب طيب أردوغان في موقع الواثق من تخطي الأزمة. رئيس الحكومة التركي لم يؤجل جولته المغاربية لمعالجة الأزمة. الرجل يتربع على عرش انتصارات سياسية لعقد من الزمن، وهو يحمل زادا من الأغلبية البرلمانية، وقد عرفت تركيا في عهده ازدهارا اقتصاديا واحتلت مكانة متقدمة اقليميا.
لكن التظاهرات شكلت مفاجأة قاسية لأردوغان، وهو يستعد ليصبح رئيسا مطلق الصلاحيات في نظام رئاسي جديد. وقد اضطر أخيرا لاستعمال مبدأ تقابل الساحات لعرض عضلاته الشعبية بعد أن تحدث عن مؤامرة يقودها متطرفون. بعد تحول هوية التظاهرات من ديمقراطية إلى تخريبية، يجب على هذا التحرك أن يتوقف فورا. أيا كان ما نقوم به يبقى من ضمن الديمقراطية والقانون، لا أحد يستطيع إيقاف نهضة تركيا. أداء أردوغان في حديقة تكسيم قُبل بانتقادات غربية وأمريكية بالتحديد. الحديقة التركية التي كانت تعد لتكون قدوة في المنطقة مهددة إذن بالعودة إلى حجمها المحلي. لمناقشة هذا الموضوع معي من واشنطن جيمس لوب، مدير مكتب انتربريس سيرفيس ومن أنقرة سينضم إلينا عبر الهاتف مصطفى إيجي أوغلو النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جيمس، واشنطن عبرت عن القلق مما يجري في تركيا، ما معنى ذلك؟ يعني قلق على ماذا بالتحديد؟ على الشعب، على حليفها أردوغان، على الديمقراطية ربما في تركيا، على ماذا تحديدا؟ في الواقع أعتقد أنه في إطار ما حصل في هذا الأسبوع لقد عبرت الإدارة الأمريكية عن قلقها، لا سيما فيما يتعلق بردة فعل الشرطة العنيفة ضد المتظاهرين، وعبرت كذلك بين الفينة والأخرى عن هواجسها فيما يتعلق بالحريات العامة، لا سيما حرية الإعلام، ولقد تم الإضاءة على ذلك مشددا في الأسبوع الماضي. لكن مع مرور أيام الأسبوع لاحظنا أن التعبير العام عن هذا القلق قد اضمحل نوعا ما، وأن نستخدم كلمة قلق هو فيه بعض الشيء من المغالاة نظرا إلى ما أعرفه من الإدارة الأمريكية وأي معارضة حقيقية لأردوغان. أعتقد أن على المستوى الضمني قد وصلت الرسالة لأردوغان، وهو بات مستعدا للإنصات لشعبه، وهذا سيكون جيد أن نبعد هذا الموقف عن أي استقطاب وأن يتخذ بعض الإجراءات التوفيقية من دون أن نرعي أي جو من المواجهة. في المقام الأول، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترى استقرارا حقيقيا في تركيا، فتركيا تشكل بلدا فائق الأهمية من الناحية الاستراتيجية، وآخر ما تريده أمريكا هو أن تشهد تركيا أي اضطرابات قصيرة أم طويلة. نعم، تقول أنه مستعد للإنصات لشعبه، ليس هذا ما يبدو على الأقل لغاية الآن؟ اليوم فقط رئيس البلدية ألمح إلى إمكانية يعني عدم إقامة هذا المشروع. اسمح لي أن أتحول إلى السيد مصطفى إيجي أوغلو. يعني وصف البعض تعامل أردوغان سيد مصطفى مع المتظاهرين بالعنجهية، يعني عندما يقول لهم أنتم حفنة من الرعاع واللصوص في ظل هذا الغضب العارم الذي عم المناطق والمدن التركية، ماذا يمكن أن نفهم من ذلك؟ لماذا تعامل أردوغان بهذا الأسلوب مع المتظاهرين؟ طبعا من البداية يجب علينا أن ننظر على موقف بداية المظاهرات، أن الحكومة كانت تريد أن تنزل المرور التقسيم من ميدان التقسيم إلى الصف العرض، وكانت تريد أن تجعل ميدان كلها للزوارين للسياحين، لأن هذا الميدان ميدان تاريخية، في هناك في وسط إسطنبول حواليها فنادق كثيرة والزوار والسياحين مليانة جدا، وبسبب إسطنبول مدينة تاريخية متجه على الميدان عدة شوارع كبيرة، نعم، كلها يتعدى من المرور من الميدان، بهذا السبب كان المرور زحمة قوي جدا. وهؤلاء الناس الذين في بداية من شكلهم من حركاتهم من ملابسهم جاء من رئيس الوزراء هذا التصريح، نعم، لكن الآن عندما فات عليه 12 يوما
هذا أنا الآن لا أستطيع أن أفهم الموقف العالم على المظاهرات الذي يكون في تركيا. نعم. لأن المظاهرات بهذا الشكل هو يدل على موجودية وتقدم الديمقراطية. نعم، هذا ربما يفسر أن المسألة ليست مسألة ساحة ومشروع وإعادة بناء مركز أو تهديم مركز آخر، المسألة أعمق من ذلك بكثير كما رأتها الكثير من الصحف والكثير من المتابعين. هي صراع ببساطة بين العلمانية والنهج الإسلامي الذي يريد أردوغان نهجه. اسمح لي أن أتحول بهذا السؤال إلى سيد جيمس، هل تقلق واشنطن من أن يكون هذا الصراع موجود الآن في تركيا، صراع حقيقي بين نهجين مختلفين، علمانية ونهج آخر يقول أنه أردوغان يسير وراء أسلمة الدولة؟ لو كنت من المحافظين الأمريكيين لكنت قد اعتمدت هذا الموقف، لكن هؤلاء ليسوا هم المقربون من السلطة في واشنطن حاليا. بالنسبة إلي، إن معظم من هم في الإدارة الذين يتعاطون بشؤون التركية، لا سيما أيضا من هم يعملون في مجمعات الفكر، يرون أن هذا الانقسام بين العلمانيين والإسلاميين هو جزء من الحقيقة، لكنهم يعرفون أن حزب العدالة والتنمية يضم أشخاصا متزايدين يشعرون بعدم الارتياح تجاه ما يعتبرونهم كنزعة أردوغان إلى السلطوية. بالطبع لقد حضرت إحدى الاجتماعات هذا الأسبوع في مؤسسة بروكينغز، وهي من المجمعات الفكرية المؤثرة جدا هنا، وتم الإضاءة في هذه الجلسة على أن هناك الكثيرين ممن هم في الشارع وقد صوتوا لأردوغان ويعتبرون أنفسهم من الأتقياء والإسلاميين، لكنهم لم يرضوا أسلوب تعاطيه مع الأمور. نعم. ونزعته السلطوية، هذا هو التفسير الذي تسمعونه هنا. نعم، وهذا سيد جيمس، أعذرني سيد جيمس، هذا ما وصفته أو تحدثت عنه الكثير من الصحف، يعني صحيفة واشنطن بوست مثلا تساءلت كيف يمكن للحكومة التركية التي وصلت للسلطة بنسبة 50% من الأصوات أن تكون سلطوية. أجابت عن هذا التساؤل يعني نهاية هذا المقال، تقول إن الأزمة الراهنة تقدم فرصة لحلفاء تركيا لإخبار أردوغان أن الديمقراطية تتكون مما هو أكثر من الانتخابات، وأنه يقدم دليلا مؤسفا على أنه من الممكن أن يكون منتخبا واستبداديا. سيد مصطفى، كلمة ديكتاتور ترددت كثيرا على ألسنة المحتجين والمتظاهرين، وكان هناك تركيز كبير على مسألة الحريات. يعني اليوم فقط نحن فهمنا أنه بتركيا في قمع مثلا للحريات، ونحن يعني ما نعرفه عن تركيا أن هناك بالفعل ديمقراطية حقيقية. يعني حتى المغردين على تويتر قالوا أنه كنا نمنع من التعبير عن آرائنا ببساطة. طبعا بالنسبة لكل الناس يتهم ويتكلم ويستخدم كلمات زي ما هو يريد، لأن في هناك قبل حزب العدالة والتنمية، قبل رجب طيب أردوغان، كان تركيا من أكبر الدولة مديون إلى بنك الدول العالمي. اليوم تركيا دفع كل ديونها ويقدم المعاونة على البنك الدول العالمي. ثم بالنسبة لتركيا كان تضخم الأسعار، كان في ربيع في تضخم الأسعار في الليلة كان 120% ليلة واحدة، الآن نزل. ثم الآن بالنسبة قبل أسبوع، يعني قبل بداية هذه المظاهرات، تركيا صحف ثلاثة مشروب بالرجال الأعمال المستثمرين. نعم. هذه الثلاثة مشروعات يجمل 64 مليار دولار. إذا كان في دولة فيها ديكتاتورية، فيها لم يكن فيها حقوق الإنسان، كيف رأس مال رجال الأعمال
هو صناديق الاقتراع ربما من يحسم هؤلاء ذلك. كلها نعم. هؤلاء كلها اتهامات، لأن الآن بالنسبة لتركيا بطريقتها الديمقراطية باقتصادها نمو اقتصادها بتقدمها نعم. بموقفها نعم هذا ما ستحسمه صناديق الاقتراع، وبالفعل ألمح إلى ذلك أردوغان عندما قال الانتخابات قادمة على الأبواب لنرى ما إذا كان حزب التنمية والعدالة ديكتاتوريا أم لا. سيد جيمس لوب، السؤال الأخير لك، الجيش لغاية الآن لم يحرك ساكنا في كل ما يجري، هل نتوقع أن يكون له دور؟ والبعض تحدث عن انقلاب ربما محتمل، ومن ثم تتجه الأزمة اتجاه آخر. في الواقع أن التوافق السائد في واشنطن هو أن الجيش قد تم إخصائه تماما في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وما من إمكانية لأي انقلاب عسكري حاليا وفي أي وقت مرتقب. هذا مستحيل، وهذا يعتبر من أكبر الأمور التي أنجزها هذا الحزب الحاكم في تركيا، أي نقل البلد في اتجاه ديمقراطي بطريقة ما بعيدا عن حكم الأقلية. وأعتقد أن القلق الحقيقي هنا هو أن أردوغان بحد ذاته بالمعنى الكلاسيكي ليس من الليبراليين، وهناك أمور كثيرة تقال أنه قد يتحداها الرئيس جول في الانتخابات المقبلة، لأن جول بحد ذاته قد ذكر كما قلت للتو أن الديمقراطية هي أكثر من مجرد انتخابات، لا سيما في ظل وجود معارضة تبدو فارغة كما هي حاليا في تركيا. نعم، أشكرك جزيلا سيد جيمس لوب، وأنت مدير مكتب انتربريس سيرفيس حدثتنا من واشنطن. كذلك أشكر الكاتب بل النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية مصطفى يجوغلو، كان معنا من أنقرة. قبل الذهاب إلى المحور الثالث من العد العكسي نورد بعض مشاركاتكم. نبدأ بمحمد يسلم الناني، نبارك للجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا على النصر، ما يعتبره محمد، الذي حققوه على المجموعات الإرهابية المسلحة. هبوب هبوب، ما الداعي لجنيف والمعركة حسمت؟ إن من يفجرون المساجد والأطفال والآمنين ويشقون صدور الضحايا ويأكلون قلوبهم أمام العالم وينبشون قبر صحابي جليل ليس لهم إلا الإعدام وليس التفاوض. أحمد مصطفى، ما سيتغير بعد معركة القصير هو الوضع الداخلي اللبناني فقط، أما مؤتمر جنيف 2 فمصيره يتقرر بعد قمة أوباما بوتين. علي أبو درس البشير، كل مقومات النجاح متوفرة لنشوب أزمة بين السعودية ومصر، هذا عن موضوعنا الأخير في العدل العكسي. من البداية المزاج السياسي متعكر بين السعودية وتنظيم الإخوان المسلمين. أبو فارس بيك، انتصارنا في القصير جاء في وقت مدروس، أولا لمحو ذكرى نكسة، ثانيا قبيل اجتماع جنيف لإخضاع الصف المعارض لشروط الحكومة السورية. كنت أود أن أذكر مشاركتك يا منذر الجوري، ولكن فيها شتم في الواقع. نحن نرحب بأي انتقاد إن كان للميادين، للزميل غسان بن جدو، لنا، لإيران، للسعودية، لأي دولة، ولكن من دون تجريح وضمن يعني آداب واللياقات والحوار، آداب الحوار لو سمحتم. الآن نذهب إلى الموضوع الثالث في العدل العكسي، من يريد أحداث فتنة مذهبية في إيران ولماذا؟ تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. شبكة تجسس خطيرة أعلنت السلطات الأمنية في إيران عن توقيفها منذ أيام. في المعلومات التي وردت للميادين أن من ضمن ما كانت تخطط له الشبكة اغتيال أكبر عالم دين سني في زهدان بمحافظة سيستان بلوشستان بهدف إثارة فتنة سنية شيعية، إضافة إلى اغتيال مرجعيات شيعية وسنية في قم وشخصيات سياسية وعلماء نوويين وعسكريين. ومن بين المهام
موكلة إلى الشبكة تجسس على حزب الله والحرس الثوري الإيراني المتعاون مع المقاومة في لبنان وفلسطين وكشف مواقع ومعسكرات للتدريب. أكدت المعلومات ارتباط هذه الشبكة وتفرعاتها بشبكات أخريات خطيرة وأن الأجهزة الأمنية الإيرانية تملك وثائق ومستندات وخرائط وصورا دامغة عن حجم التورط والخطة. اللافت في الموضوع أن السلطات الإيرانية اتهمت دولة عربية وصفتها بأنها من أكثر الأنظمة الرجعية عمالة في المنطقة بالوقوف وراء هذه الخلية، ثم تمت الإشارة لاحقا إلى دولة قطر بالاسم. وبالفعل فقد قامت السلطات الإيرانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة القطرية في طهران. ما حقيقة دور هذه الخلية؟ وهل من وثائق وأدلة تثبت بالفعل ضلوع دول عربية فيها؟ نطرح هذا الموضوع للنقاش على ضيفينا من إيران، السيد أمير الموسوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية، معنا أيضا السيد سعد بن عمر الكاتب والمحلل السياسي من الرياض عبر الهاتف. أهلا بكما سيد أمير. أولا، من المستفيد اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة من أحداث فتنة مذهبية في إيران؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. في الحقيقة المستفيد دائما الأول والأخير هو الكيان الصهيوني، لأنه يحاول إبعاد الدول العربية عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن لا يحصل أي تقارب بينهما، وفي نفس الوقت يحاول الصيد في الماء العكر، وكذلك إيجاد فتنة خطيرة، وهو الذي يغذي الآن الفتنة الطائفية بامتياز من خلال عناصر واضحة المعالم، إن كانت تكفيرية أو ناس جهال أو متحجرين من هذه الفئة أو من تلك. وكذلك الكيان الصهيوني يهيئ لكيان جديد في المنطقة، يعني هم كانوا يعولون بعد إسقاط الحكومة السورية والسيطرة على الوضع في سوريا من خلال التكفيريين ومن خلال المعارضات التي شكلت في فنادقهم، ليشكلوا محورا جديدا، لأنهم يريدون الاستغناء عن جامعة الدول العربية وعن المؤتمر الإسلامي، وكذلك عن عدم الانحياز بكيان جديد في المنطقة يشكل ومحوره الكيان الصهيوني، مع تركيا والسعودية وقطر، وربما تلتحق بذلك مصر لما تمتلك من ثقل، وإن كان هناك زعل نوعا ما من هذا المحور. نعم. من الحكومة المصرية بسبب تغيير سياساتها تجاه المسألة السورية خاصة. نعم. وما يخص العلاقات مع إيران. وهو بالفعل تم أن المستفيد نعم. نعم، الكيان الإسرائيلي كما تقول تمت الإشارة، وقعت الإشارة بشكل صريح إلى، يعني ليس في بيان وزارة الأمن وإنما لاحقا عن على لسان بعض المسؤولين، إلى قطر والسعودية. هل كان هناك تسرع في هذا الاتهام أم أنه بالفعل ننتظر وثائق وأدلة ومستندات تثبت ذلك؟ لا طبعا، اليوم تسربت بعض المعلومات الجديدة، يعني تدل على أن هناك كانت عملية، كانت يعني كان المتورطون يريدون اغتيال أحد المرشحين في الانتخابات، كذلك أضيفت يعني في القائمة هذه الأسماء، وربما سيكشف اسمه لاحقا بعد الانتخابات لأنه ربما تعمل مشكلة. الآن ثبت أن هؤلاء كانوا ينوون اغتيال أحد المرشحين المهمين، وكذلك أحد الشخصيات المهمة في سنندج، أحد الشخصيات من علماء السنة المرموقين الذين لديهم مواقف مهمة وتتناغم مع مواقف الحكومة الإيرانية طبعا، فأرادوا اغتياله. وكذلك في منطقة اسمها بندر لنجة في مياه الخليج الفارسي في جنوب إيران، كذلك هناك شخصية ورد اسمه في هذه القائمة، وطبعا هناك تحقيقات جارية. نحن في الحقيقة نتمنى من الحكومة القطرية أن تعطي معلومات أو تعطي يعني دلائل هذا التورط، وربما يعني هناك أطراف داخل الحكومة القطرية أو في قطر يعني ربما يستغلوا الوضع الجاري في المنطقة ليدفعوا بالحكومة القطرية نحو هذا الخطر. طبعا نحن نتصور في تصور مهم جدا في إيران ومتبلور، أن السعودية بعدما فشلت في اليمن والبحرين وما تلتها من يعني مشاكل جمة، وربما ستطاردها هذه المشاكل لاحقا، وخاصة ما يجري في البحرين، أنا أعتقد أنها صدرت هذه المشكلة إلى دولة قطر. نعم. واستدرجت قطر اسمح لي معنا كاتب سعودي
يعني يوضح مباشرة وجهة نظر السعودية سيد سعد بن عمر، وأنت قريب يعني من بعض المسؤولين، لك علاقات في السعودية واسعة، كيف تلقت السعودية أولا هذه المعلومات عن تورط جهات عربية، ذكرت السعودية أيضا في شبكة تجسس بإيران؟ أهلا، مساء الخير لك ولضيفك الأخ أمير من طهران. الحقيقة أنه في بيت أو شطر من بيت يقول داوني أو داوها بالتي كانت هي الداو، منذ 22/5/2013 اكتشفت شبكات تجسس في العالم العربي بشكل ملفت للنظر، يعني يدل على يعني معنيين، اما تسرع في الاستخبارات الايرانيه او جهل في العمل الاستخباراتي وعدم احترام لقوانين الدول الاخرى. تسمحي لي في عجاله بسيطه كذا ان اوضح مساله داوني بالتي كانت هي الداو. يعني اذا اعتقد الاخوه في ايران بداوا يعني يحاولون ان يردوا عن انفسهم بنفس التهمه. ففي 22/5/2013 اكتشفت في الرياض مجموعة من الأشخاص، حدود وصل عددهم إلى تقريبا 30 شخص متهمين بالتجسس وبالأسماء وبالجهات. وفي 19/7/2012 مجموعة في صنعاء. نعم. وفي 23/2 مجموعة في الأرجنتين، آسف في نيجيريا. وفي 10/8/2010 مجموعة في الكويت. وآخرها كانت الطائرة الإيرانية التي أسقطت أو سقطت في البحر أمام الدمام، بين البحرين والدمام. نعم. طائرة تجسس نفت إيران لها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، صاحبك أو الأخ من طهران قال أن الشبكة هذه تعمل وتعمل وتعمل. لا أستطيع أن أصدق أن هذه الأمور الذي ذكرها الأخ تستطيع هذه الشبكة أن تقوم بها. هذا يحتاج لنا جيش جرار من عملاء الاستخبارات. نعم. ومن أفرادهم على الأرض. أنا لا أنفي ولا أدافع عن قطر هذا الموضوع، ولكني حدث العاقل بما يعرف، فإذا صدق يعني. طيب، هناك من تحدث عن الموضوع وذكر قطر هو ليس مصدر عربي، لا مسؤول عربي، وموقع إخباري فرنسي إيجاليتي ريكونسيلياسيون يقول بالحرف قطر عملت على تجهيز شبكة إرهابية لخلق اضطرابات داخل إيران أثناء الانتخابات الرئاسية الشهر الحالي، وقد نجحت السلطات الإيرانية في تفكيك الشبكة المدعومة من قبل قطر والسعودية. حسب معلوماتنا يتابع الموقع الإخباري الفرنسي، فإن القائم بالأعمال القطري في إيران قد قبل بعقوبة مشرفة وحاول إجراء مفاوضات حول أمن الإمارة. طبعا هذه معلومات مهمة جدا وخطيرة إن ثبتت. سيد أمير، تم استدعاء القائم بالأعمال القطري ولمحت إلى أنه هناك ما يشبه أشخاص وليست الحكومة القطرية متورطة، ربما تكون متورطة بهذه الشبكة. نعم، قدمت مستندات دامغة، أشرطة وأصوات واعترافات وكثير من الوثائق وكذلك الرسائل التي تم تبادلها ومواقع التدريب ورقم الحسابات التي استلمت من خلالها أموال كبيرة جدا، وكل هذه سلمت إلى السيد القائم بالأعمال القطري في طهران، وهو بدوره نقلها إلى الحكومة القطرية للتأكد منها. وطبعا دائما الحكومة الإيرانية ترغب أن لا يحصل أي تطور في هذا الأمر وأن يتدارك في أسرع وقت ممكن، لما تمتلك قطر وإيران من علاقات استراتيجية وطيبة خلال 32 سنة باستثناء السنتين الأخيرتين، وأقول السنتين الأخيرتين لأنه في الحقيقة أنا قلت هناك استدراج لقطر. قطر يعني لديها كذلك من يعاديها في المنطقة العربية، أنا أعتقد أنها حسدت بسبب علاقاتها المميزة مع المقاومة في فترة من الفترات، وكذلك مع إن كانت في لبنان أو في فلسطين، ولديها علاقات جيدة وفي مفاصل تاريخية مهمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الآن ربما يراد الانتقام من قطر في جرها لهذا الأمر، إدخالها في سوريا وهي انتقام من قبل السعودية تقصد سيد أمير؟
يعني أنا أعتقد أن السعودية ربما أرادت أن يعني تجر قطر معها لما ترى في أنها هناك مراهقة سياسية في قطر موجودة، حب الظهور وحب لعب الدور في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، وكذلك تصدر القرارات الرئيسية التي يمكن أن تتخذ في المنطقة والعالم. هذا الحب الظهور والمراهقة في السياسة القطرية جعلت بعض الدول أن تجر هذه الدولة إلى متاهات خطيرة عندما أدخلت في سوريا، وكذلك عندما ورطت، وخاصة بعد أن نجحت في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية السابقة. نعم. وهذا كذلك أغضب بعض الأطراف في المنطقة. فلذا أنا أعتقد أن قطر ورطت بهذا الأمر. إذا لم تتدارك هذا الأمر، أعتقد أنها دخلت في عملية انتحارية خطيرة. نعم. ولكن لأنها مست الأمن القومي الإيراني. ولكن يقول لك ضيفنا وسأعود إليه بالطبع أنه أيضا إيران يعني متورطة في الفترة الأخيرة بالأدلة والإثباتات بأكثر من شبكة تجسس داخل دول الخليج تحديدا. سيد سعد بن عمر، يعني لست أدري إذا كان لديك رد على السيد أمير موسوي، لكن نحن نعرف أنه السفير الإيراني في السعودية يعني انطلاقا مما تفضلت به عن شبكة التجسس غادر السعودية، ما زال خارج البلاد؟ ليس عندي معلومة يعني حقيقية عن وجود السفير من عدمه، ولكن دعينا نرجع إلى موضوعنا الأساسي. أنا في الحقيقة لا أنفي التهمة عن قطر ولا أثبتها، ولكن عين الواقع يقول أن دولة أو دويلة بحجم سكان قطر وتعدادها لا تستطيع أن تفعل شيئا. والناطق الرسمي الإيراني أوضح هذا الكلام عندما قال أن قطر لا تستطيع أن تعمل في الأمن القومي الإيراني شيئا، يعني يقصد أن دولة إيران دولة عظيمة بسكانها ومساحتها. ولكن لماذا لا نوسع مداركنا قليلا؟ فلنفترض أنه أحد من هذه الشبكة قطري، قد يجوز أنه من أصول إيرانية وامتطي أخذ مطية من قبل الاستخبارات العالمية سواء الإسرائيلية أو الأمريكية، وهذه الطريقة غالبا ما تحدث في فلسطين المحتلة. يتخذون المخابرات العربية، يتخذون الاستخبارات الإسرائيلية، الأخوة العرب مطية لهم أنهم مثلا عنوان من الأردن أو من سوريا أو من السعودية، بينما هم في الحقيقة عملاء استخبارات إسرائيليين. أصلا في بداية الحديث أضاف الأخ أنهم يريدون أن يخربوا علاقة إيران مع الدول العربية، الحقيقة وأنها تخدم إسرائيل. أنا في وجهة نظري ما دامت الشقيقة أو الأخت أو الصديقة إيران بهذا الأسلوب السياسي مع العالم العربي، فهي لا تحتاج إلى استخبارات تخرب العلاقات. ما يحدث من قبل المسؤولين الإيرانيين في الدول العربية سواء العراق أو سوريا أو حتى دول الخليج لا تحتاج إلى شبكات تجسس دولية حتى تغتال عالم سني هنا أو عالم شيعي هناك. نحن خادمينهم أصلا في دولة إيران، هم خادمين الدول هذه بسوء التصرف من ناحية عدم احترام الدول العربية وعدم احترام أنظمتها. يعني ماذا تقولين في مجموعة استخبارات كشفت في اليمن وفي الكويت وفي الأرجنتين وفي قطر؟ ولكن بكل الأحوال يعني عندما نتحدث عن يعني أدلة وإثباتات وصور وشرائط فيديو وغير ذلك، التحقيق سيظهر بنهاية المطاف ما إذا كانت يعني هذه مبالغة أو صحيحة أم لا كل هذه المعلومات. بكل الأحوال أنا أشكرك سيد سعد. اسمحي لي. نعم. انتهى الوقت في الواقع. جميل طرحك أن يكون لديكم في إيران إثباتات وهي حقيقة. ليس لدينا، نحن في لبنان عزيزي. نعم سيد سعد، نحن في لبنان فقط للإشارة، لديهم في إيران تقصد. تفضل. أنا أعرف مقامكم، ولكن من باب الـ وهذا ما قصدته أنا تحديدا سياسيا. تضعين وجهة النظر الإيرانية. نعم. جميل أن لدى الإيرانيين إثباتات تلحظ وتثبت أن هذه الشبكة حقيقية وواقعية وأعمالها هذه العظام الجسام. نعم. التي شملت من شرق إيران إلى غرب إيران إلى شمالها إلى جنوبها إلى العلماء النوويين إلى العلماء السنة إلى
المرشحين، كل هذه الشبكة تستطيع أن تعمل هذا كله. ولكن أنا أقول لك وأكرر كلامي مرة أخرى أن الأخوة في إيران لا يريدون أو لا يحتاجون إلى شبكة. معنا دقيقة واحدة فقط لنعطي السيد أمير موسوي حق الرد فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. إيران لا تحتاج لشبكات تجسس داخلها لتخرب علاقتها بالدول العربية، تفضل كما يقول الضيف. الدول بالعكس، يعني سيد سعد، أنا أعتقد أنه الدول التي ذكرها أن كشفت فيها شبكات تجسس إيرانية هي لا تحتاج إلى تجسس، كل شيء فيها مكشوف، لكن إيران طبعا أعدائها يحتاجون أن يعرفوا فيها كل شيء، فلذا يستخدموا هذا وذاك للتجسس على بعض المواقع في إيران وإيجاد نوع من الفتن الداخلي. أنا لم أقل أنها وفقت هذه الشبكة، وليست قطر وحدها، هناك دول متعددة، الكيان الصهيوني خلفها، المملكة العربية السعودية خلفها، والآن إشارات إلى أن بعض أطراف في البحرين والإمارات هذه ستظهر لاحقا. إذن شبكة ليست فقط دولة صغيرة اسمها قطر، وإنما شبكة عالمية خطيرة تريد أن تغطي على انتكاساتهم في المنطقة وخاصة في الملف السوري، ونجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخط المقاومة في المنطقة، فلذا يريدون إجهاضه من خلال هذه الفتنة الخطيرة. ونحن نتمنى من الإخوة في قطر والدول العربية الأخرى أن تتدارك الأمر وأن لا تتسع رقعة الخلافات، لأنه لا يخدم هذا الأمر إلا الكيان الصهيوني، خاصة في هذه المرحلة التي يبدو فيها الاحتقان يعني واضح بكل المنطقة. شكرا جزيلا لك سيد أمير الموسوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية، كذلك أشكرك جزيل الشكر سيد سعد بن عمر الكاتب والمحلل السياسي السعودي من الرياض. قبل المحور الأخير في العدل العكسي أيضا نستعرض بعض مشاركاتكم عبر الفيسبوك. كهينة هفال تقول انتظرت أن يقطع المتشدق كما تسميه عن أردوغان بالديمقراطية أن يقطع زيارته للمغرب العربي ويحاول التقرب من شعبه، لكن ما حدث أنه ينهى الحكام العرب عن المنكر ويأتي بمثله. أحمد عمر، من الواضح أن النظام المصري محتار بتقرير سياسته الخارجية، فتارة يرسم علاقات مع إيران وتارة مع الخليج وتارة نحو الغرب وتارة أخرى نحو الشرق، ولا نستبعد نشوب خلاف بين الدولتين أي السعودية ومصر. نرمين عزام، حسم المعركة في القصير لصالح الجيش السوري يمكن النظام من فرض شروطه في مؤتمر جنيف 2. مهند الخلف، ما يخص حسم معركة القصير بمؤتمر جنيف لا يهم أمريكا بشيء لأنها هي المفاوض الرسمي. زينب عترين، حسم المعركة، معظم المشاركات كانت عن معركة القصير، يعطي الدولة السورية أوراق قوة للنظام في مفاوضات جنيف. بلبلة وارتباك في شركات السياحة المصرية، ما حقيقة القرارات السعودية الأخيرة بتقليص عدد تأشيرات العمرة للمصريين؟ بعد الفاصل. المحور الأخير في العد العكسي، قرارات جديدة أعلنت عنها مؤخرا السلطات السعودية بخصوص تأشيرات العمرة للمصريين هذا العام، وأثارت بعض المخاوف والإرباك. القرارات تقضي بتقليص المدة المسموح بها لتأشيرة العمرة خلال شهر رمضان إلى 15 يوما بدلا من شهر رمضان كاملا، وتوقع البعض أن يؤدي ذلك إلى حرمان نحو 150 ألف مصري من أداء عمرة الشهر الفضيل، إضافة إلى توقعات بخسائر قد تصل إلى 700 مليون جنيه مصري نتيجة إلغاء تعاقدات كانت الشركات السياحية قد أبرمتها مع أطراف عديدة منذ بداية العام وأبرزها الفنادق. لكن وزير الحج السعودي نفى اعتزام المملكة تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة، موضحا أن ما قامت به الوزارة هو مجرد تغيير لمنهجية العمل لأهداف تنظيمية بحتة. لكن يبدو أن هذا الكلام لم يقنع شركات السياحة التي قالت أنها فوجئت بالقرارات الجديدة لتوقيتها المتأخر. ما طبيعة هذه القرارات ولماذا توقع البعض نشوب أزمة بين مصر والسعودية على خلفيتها؟ نطرح هذا الموضوع للنقاش على السيد حسن جمال الدين، وكيل سابق لوزارة السياحة لشؤون الحج والعمرة من القاهرة. أهلا بك سيد حسن، ما صحة هذه المعلومات أولا والأرقام؟ والله هو يمكن أحب أقول يعني أن هذا الموضوع طبعا أثار مشاكل كثيرة بالنسبة للشركات السياحية للمواطنين المصريين، طبعا نتيجة ان احنا ما كناش متوقعين ان احنا الاعداد تنخفض الى
الربع. يعني المملكة العربية السعودية خفضت أعداد المصريين إلى ربع ما كنا يعني نقوم به أو نحصل عليه في العمرات السابقة. يعني كان يعني يعتمر حوالي 600 ألف واليوم أصبح 150، أم يعني هل لديك الصحة معلومات دقيقة على مصر عن الأرقام؟ هو بس عشان نوضح، هي مش على مصر فقط، إنما هي على جميع الدول العربية. التخفيض يعني هم طبعا معذورين في هذا، وأنا الحقيقة تناقشت مع الإخوة المسؤولين في وزارة الحج السعودية بما لي من صداقات كثيرة معهم، إلا أن عايز أقول أن فعلا هم معذورين، أن هناك في دورين متشالين من الطواف، فطبعا هم بيحاولوا دلوقتي ينظموا عملية دخول المعتمرين عموما مش المصريين فقط. إنما يجب أن احنا نعرف أن نقول أن المصريين أكتر ناس بيروحوا في رمضان، فهذا لو كان هذا الموضوع عرف للمصريين أو لشركات السياحة المصرية منذ بداية عمرة المولد النبوي الشريف كان الجميع التزم به وأضب خطته على هذا. احنا عملنا خططنا، يعني الشركات المصرية كلها عملت خططها على أساس أن عمرة رمضان هي دي عمرة الذروة ليها، والجميع بيتمنى أن يروح عمرة رمضان. نعم. فالحقيقة في خسائر كتيرة جدا مش على الجانب المصري فقط، بل بالعكس هو على الجانب السعودي أيضا. يعني هناك الطيران السعودي هيخسر، الطيران المصري هيخسر، الفنادق نفسها هتخسر، الفنادق السعودية. نيجي للجانب المصري ما أصابه من خسائر، فهيبقى خسارة كبيرة جدا مادية ومعنوية. المادية بتبقى في موضوع طبعا اللي كان عامل حسابه أنه ينفس 300 ألف أو 350 ألف في رمضان، هنجد أن احنا عددنا مش هيزيد عن 50 أو 65 ألف. طبعا هو السعودية برضه عشان تبقى الصورة واضحة للسادة المستمعين، هي قالت أنها تدي التأشيرة لمدة 15 يوم. نعم. حكاية أن المعتمر يقعد رمضان بالكامل ده قالت لا، فبالتالي قالت 15 يوم ويبقى عملية ترددية، 15 يوم ويخرج ويجي غيرهم وهكذا. إنما الخسائر أنا متفق مع التقرير أن بيقول أن في خسائر كثيرة في بالنسبة للشركات السياحية المصرية. أيوة هيبقى في خسائر، وخسائر على أصحاب الفنادق السعودية نتيجة برضو عدم وصول. نعم. يعني نفهم من كلامك، نعم صحيح، الأرقام تتحدث عن مئات ملايين الجنيهات المصرية. أيوة. نفهم أيوة. من كلامك أنه المسألة تسري على الجميع ليس فقط على المصريين، وهذا ربما لن يحدث أزمة كما صورها البعض، خاصة مواقع بعض مواقع الإنترنت. وثانيا أنه الأمور كانت يعني فقط مسألة التوقيت، يعني صار هناك تأخير بتبليغكم بذلك ليس أكثر. طبعا هو ده، يعني أنا أتمنى طبعا أن يحصل في التواصل ما بين زملائنا في غرفة الشركات ووزارة السياحة ووزارة الحج. اليوم صدر يمكن في نداء، يمكن أهو النهاردة نزل في جريدة الأهرام المصرية نداء نداء لخادم الحرمين بينجدوه ان هو يعيدوا النظر في العمرات المصرية. طبعا احنا يعني الكلام المكتوب كلام يعني هو طبعا ليس هجوم، بالعكس هو نداء لخادم الحرمين ان ينظر الى ان المصريين هم اكتر شريحة بتحضر عمرة اخر رمضان، فنتمنى من الله ان طبعا هم يتفهموا هذه النقطة في ان هم يسمحوا معهم تتواصلون معهم لي يعني توضيح هذه النقطة تحديدا مع وزارة الحج السعودية. طبعا طبعا مع وزارة الحج السعودية، وهو الحقيقة في معالي وزير السياحة المصري ومعالي وزير الحج السعودي التقوا منذ اسبوع، وهناك في قرارات تنظيمية سوف يتم تنفيذها إن شاء الله. إنما أهم حاجة هو الحقيقة اللي أثر الناس أنهم حددوا التأشيرة لمدة 15 يوم. 15 يوم معناها أنك أنت اللي كان حاجز برنامج شهر أو حاجز فنادق شهر أو طيران لمدة شهر، كل ده طلع. يعني طبعا حصل فيه طبعا تغيير كتير، وده هيجعل أن يبقى فيه خسارة على شركات الطيران، خسارة على الفنادق، خسارة على شركات السياحة، خسارة على شركات النقل السعودي،
وايضا عايز اقول لحضرتك لا تنسي ان المصري هو اكتر واحد بيشتري من الاسواق، ودي برضو بيضخ الحقيقه عملات كويسه جدا، او نعم. بيبقى عنده في الشراء كتير، نعم. فده برضو انا ما بقولش الفنادق فقط انما على كل المستويات. اشكر جزيلا سيد بما لنا من علاقه. نعم ربما ستتجاوزون هذا سوء تفاهم واكثر منه ازمه او خلاف كما قال البعض. شكرا جزيلا لك سيد حسن جمال الدين، الوكيل السابق لوزارة السياحة لشؤون الحج والعمرة، حدثنا من القاهرة. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام برنامج العدل العكسي. كنت أود أن أقرأ كافة المشاركات، فقط إشارة إلى بعض الأسماء التي شاركت: الشيخ عبد الرضا البهدلي، نجيب كروبي، سيف نيل، يامن عبدو، محمد راشد، ورشيد أبو سليم. أعتذر منكم، لم أستطع قراءة مشاركاتكم. أشكر منتجة البرنامج نيكول كاماتو ورنا كوتراني والمخرجة بولا وكل الزملاء الفنيين والتقنيين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة من العد العكسي. أستودعكم الله وإلى اللقاء.